في الذكرى 22 لتصنيف حي القصبة كتراث عالمي من قبل منظمة اليونسكو، تفقدت وزيرة الثقافة والفنون ملكة بن دودة المنطقة الحفرية بساحة الشهداء وقصر رياس البحر، حيث أكدت أن الحكومة أدرجت ملف قصبة الجزائر في أولويات أجندة عملها للتكفل بهذا الإرث التاريخي العالمي. الجديد اليوم هو أنه كنا نتحدث مع السيد الوالي، كلنا نرى في نفس الاتجاه، كل القطاعات، وزارة السكن، ولاية الجزائر، وزارة المالية، وزارة السياحة، وزارة الداخلية، وخاصة وزارة الثقافة اللي هي تمتلك القيمة التراثية والرمزية للمنطقة. كل هذا ترى كان في اجتماع وترأسه السيد الوزير الأول، وهو اللي أسدى التعليمات واضحة لوضع هذه الخريطة اللي كنا راح نشتركوا فيها.